السلام عليكم، عبد القادر صديق من ساكنة الحي البرتغالي. مدينة جديدة، كما كتشوفوا هذا الوباء اللي جانا ديال كورونا، فيروس كورونا. الناس كما كتشوفوا في الحي البرتغالي مدينة جديدة راهم متزامنين بالوباء اللي جا غفلة. الناس راهم مضامنين كما كتشوفوا الحي خاوي، كيف ما السلطات كيف ما امرت بهذا الوباء بيننا ورا خبيتش، راه هو فيروس قاتل. يعني الناس ديال الحي البرتغالي راهم مضامنين، وراهم ما كاين حتى شي واحد، ما خارج حتى شي واحد، كندور انايا هنايا. هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. وهذا الوباء ديال الفيروس كورونا راه خطير 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 جدا، وديروا الوقايه خير من العلاج، وما يصيبونا الا ما كتب الله لنا. ديروا لي غون، ديروا عقموا ايديكم، خرجوا للضروره. هذا الشيء اللي بغينا نقول لكم، وما يصيبونا الا ما كتب الله لنا. وهذا هو اللي بغيت نقول. الحمد لله، كما كتشوف راه سكان الحي البرتغالي راه ملتزمين بالواجب ديالهم، كما حنا متضامنين مع السلطات ديال المغرب. والحمد لله كما كتشوف راه كلشي ملتزم بالواجب ديالو، كلشي دخل الدار، كلشي الحمد لله ما خدام حتى شي واحد. وكاع الحوان ديال الارتيزان راه سادين، وكلشي ملتزم الحمد لله. وتا كان الحي البرتغالي كلشي داخل الدار. السلام عليكم. المشكل ديال كورونا في الحي ديالنا بالنسبه للساكنه تفاعلت معاه كثير، فيهم اثار خروج في هذا التوقيت. من بعد ما شفنا الحاله اللي عاشها الدول الجارين اسبانيا وايطاليا، ما بغيتش نوصل الحاله. الحمد لله حنا الامور الان بخير، ما عندنا حتى شي كار، ما كاين حتى شي حاجه اللي شفناها خارجه على المالوف. بغينا نشوف التفعيل ديال العمل الجمعوي في هذا المشكل وفي هذا الزمان، ماشي في توقيتات اخرى اللي كتكون فيها الحاله عندنا كنقولوا امام الهدوء. دابا فين كاين الدور ديال العمل الاجتماعي؟ دابا فين كاين الدور ديال السلطه؟ دابا فين كاين الدور ديال الناس اللي عندها فهم المساله، ناس متقاعدين يوعيوا الشعب، يوعيوا الناس البسطاء اللي ما فاهمهاش، وخاصنا نكونوا شويه نظره تسويقيه.